دي سن اوفر 6 تمام، هنعمل لها اكسس من شاور على ليبل بير ده للبليك ريج تمام، المفروض ما نعدهوش تمام. اول حاجه بنعمل الفيرست دروب، المفروض يعني ممكن تعملها اللي هو تنسق ما بين البليك ريج وما بين المارجن ريج. لما بتعمل الفيرست دروب يعني تمام، اللي انت بتنتقل من الانامل لدنتين، يبقى ما تعملش دروب واحده، يبقى اعمل الاكستنشن بتاعك على شكل الاكسس تمام، اللي هو شكل مثلا الترانجلر هنا في الابر، علشان لما تعمل دروب سكند دروب تبقى شايف كويس، تبقى شايف اللي انت دخلت في الباك شامبر. هنا بنعمل اكستنشن اهو على شكل هنا ايه تراينجل، 2 بقل وواحدة بدل. بعد كده بقى نعمل السكند دي دروب تمام. بس بنوسع شوية عشان نعرف ندخل الاندوزي بتاعي. هو لسه ده اللي ظهر فوق ده البيرد حرقت بس. بعد كده هندخل الاندوزي في مكان الدروب ونعمل ايه اكستنشن دروفينج. نعمل اول ناحية الاماكن اللي احنا حافظينها بالظبط تمام، زائد ضيف عليها ايه البروب عشان تشوف ايه البلد اللي عاوزة كليننج بس. تحس ان هو مش سالك، وفي حته دي اللي عند الديسك بقى اللي مش متشال.
هنا اول حاجه عملنا خدنا في الاورفيس بتاع الميزي واي بكر، تمام. بعد كده بنحاول ندخل في الاورفيس بتاع التست بكر، ومفيش اي روف كده، مفيش اي روف. المفروض كده منشيلش اي حاجة، يعني كده مفيش اي روف، بيطلع سموث معاك البروف. المفروض بعد كده توقف، بس هنا حصل خطأ. هنا نتيجة مش عارفين نعمل، نلاقي الكنال بتاع تيست بكل، زودنا اكستنشن شوية، بس ده غلط. تمام، طالما مفيش روف متشيلش على الفاضي. تمام، وتشوف اخر الفيديو كمان الجزء اللي احنا زدناه ده المفروض بيبقى الكنال بتاعتهم مش طبيعية. وسع على جامد، بس برضو ايه ايه جبتها؟ داخل عايش انا كده هنا. اصبر، عايزين المفروض يتشال بلب تيشو ده كله. هو باين عندك كان واضح باين، اهو كلهم باينين. عظم، انت شايف الصورة؟ حلو، عظم. هنا في نشاور على دي، بس هنقول ان دي فيها اوفر اكستنشن، بس النت بعد اوفر اكستنشن جدا. ما هي دي اللي انا زودت فيها، هي كان يلا ده فيها ميزيو ميزيو كمان، هي فيها الميزيو، الميزيو اللي هي بتبقى في نص بتاعها. حط البروب كده هنا. لا لا فين في نقطة سودة كده.